عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري ومسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام. سبحان الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عباد. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن تحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمعافاة. كبدت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا. ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك كثيرا. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، أو حي أو ميت، أو شاهد أو غائب. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد،
وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والعباد عبيدك وأنت الله الرؤوف الرحيم نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تقبلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة اللهم وأجرنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك نحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون الخائفون المقرون المعترفون إليك بذنوبنا نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل ندعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه نسألك أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا وذوي أرحامنا من النار ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم لا تحرمنا فضل هذه الليلة يا كريم يا رحيم يا منان يا حنان يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة
فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم لا تحرمنا أجرها، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما قسمت فيها من شر وداء وفتنة وبلاء فاصرفه عنا وعن المسلمين. إلهنا إلهنا يا الله يا الله يا ملك الناس يا إله الناس يا رب الناس، أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم عافنا واشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم أعذنا جميعا وأهلينا والمسلمين من سيء الأسقام. اللهم أعذنا جميعا من شر كل ذي شر. اللهم واعصمنا من الشيطان الرجيم يا ذا الجلال والإكرام، يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك أن ترحمنا في هذه الليلة برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان
واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا شهيدا إلا تقبلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا خلفا لنا إلا أصلحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا سحرا إلا أزلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار، يا عزيز يا غفار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت فتنة في قوم فاقبضنا إليك غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك يا كريم.
اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مخلصين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، تفعل ما تريد. اللهم قد رفعنا إليك أكف الضراعة، اللهم قد رفعنا إليك أكف الضراعة، فاجعلنا برحمتك من أهل الحوض والشفاعة، وآمن فزعنا يوم تقوم الساعة. اللهم واجعلنا في سرب النجابة، ووفقنا جميعا للتوبة والإنابة، وافتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجابه، لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. إلهنا إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن الذي نتوجه إليه غيرك وأنت صاحب الكرم والجود، ومن الذي نسأله وأنت الرب المعبود، يا من عليه يتوكل المتوكلون، وإليه يلجأ أمثالنا الخائفون، وبكرمه يتعلق الراجون، ولواسع فضله وجزيل عطائه تبسط الأيادي ويسأل السائلون. اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة، اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة، اللهم لا تردنا خائبين،
ولا عن رحمتك آيسين ولا من رحمتك قانطين ولا تجعلنا بدعائك أشقياء ولا محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين جد علينا يا كريم يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا عظيم المن يا كريم الصفح يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفى يا ربنا يا مولانا ويا غاية رغبتنا نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار إلهنا إلهنا ومالك رقنا ويا صاحب نجوانا ويا سامع شكوانا سبقت بالقول تفضلا وامتنانا فقلت يحبهم ويحبونه والمحب لا يعذب حبيبه فحرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار فأي الدارين دارنا اللهم أدخلنا الجنة اللهم أدخلنا الجنة اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء ولو بلغت ذنوبنا عنان السماء فأنت الغني عن عذابنا فأنت الغني عن عذابنا وليس لنا رب سواك اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت اغفر لجميع موتى المسلمين.